السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه عبارة عن كاز ستادي، يعني عبارة عن كاز ستادي أو دراسة حالة، يعني كيف نقوم باسترجاع حسابات جوجل آدز. كما ترون هذا حساب جزائري، يعني بدون أي بي جزائرية. سنشاهد الأي بي، عفوا، نعم، أي بي جزائرية، الجيري تيليكوم، كما ترون اي بي جزائرية. نعم، كما قلت هذا الحساب تم غلقه اولا بالبيمو ميثود، يعني بسبب السسبان هو بيمو ميثود اول شيء. وكما ترون هنا your google ad account is suspended، كما ترون بيمو activity، كما ترون suspicious behaviors payment activity. ثم بعد، يعني في 21 اكتوبر، بعد في نفس اليوم تم استرجاع الحساب، هو نفس الحساب، يمكنك التأكد من الرقم 8066، وهنا 8066، هنا suspended، هنا تم استرجاع good news، يعني عن طريق السكريبت الخاص بنا، يعني عادي جدا عن طريق كيف نقوم بالتواصل معهم، امر سهل وسهل جدا. كذلك الآن تم غلقه ب يعني غلق صعب نوعا ما، وهو يعني السياسات، وهذا خطأ مني صراحة. قمت بإضافة يعني دومين نيم مستعمل في حساب آخر، لذا يعني هذا اعتبره السيستم كأنه تحايل وتم غلق الحساب. لذا يعني أنصح أن كل حساب جوجل آدز تقوم بعامل دومين نيم خاص به، واضح، إذا أردت فتح العديد من الحسابات. بالنسبة للكل يتساءل عن طريقة الدفع، طريقة الدفع هي وايز عادي، يعني وايز بيرسونال وايز الافتراضية، بطاقة وايز الافتراضية، واضح، بطاقة وايز الافتراضية. كما ترون هنا لدي يعني حساب جديد، يصرف عالي جدا، وسأصل إلى الكوبون بإذن الله. مثلا الكوبون قاموا بإعطاء 300، أقوم بصرف 300 ويعطوني، ويقوموا بإعطاء 300. البيمو ميثود، نعم، فيزا كارد، كما ترون، ننتظر قليلا، نعم فيزا، هذه خاصة بالوايز، واضح. أما يعني هل أقوم بإدخال في البيلينج أدريس؟ قم بإدخال عادي جدا، بيلينج أدريس الجزائرية، كما ترون هذه البيلينج أدريس الجزائرية الخاصة بي، واضح، يعني ألجيريا كل شيء تمام، واضح. ويجب أن تكون بطاقة يعني افتراضية جديدة وليس يعني مستعملة من قبل. الآن سنحاول، يعني سنقوم باسترجاع هذا الحساب بإذن الله. سنحاول، تاريخ اليوم هو 1 نوفمبر. سنقوم بالضغط على contact ثم submit an appeal، واضح، ننتظر قليلا. تقوم بالنزول إلى الأسفل، هنا تقوم بإدخال الاسم عادي جدا، اختيار account 8066. هنا في الويب سايت أنا غالبية الأمور لا أقوم بوضع الويب سايت الخاص بي، بل أقوم بوضع رابط اليوتيوب مباشرة هكذا، واضح. هنا قم بإضافة أي كيوردز، ليس بالإجباري أن تكون كيوردز التي ستقوم باستخدامها في الحملة أو تقوم فعليا باستخدامها. مثلا أنا سأقوم بإضافة كمثال ديزاين أو جرافيك ديزاين، جرافيك، عفوا، الديزاين. هنا الادريس كما قلت نفس الادريس، نقوم باخذ نفس الادريس خاصة بهنا، يعني نفس الحساب هكذا مشابهة، نعم ممتاز. وهنا البيلينج ادريس الجيريا،
سينجل يعني لدي حساب واحد فقط، هنا يس نعم أنا صاحب هذا البيزنس، وهنا تقوم بكتابة يس I pay myself يعني أنا أقوم بالدفع، واضح. هنا تقوم بوضع الكريديت أو ديبيت كارد، هنا لا يهم. هنا الكونتري أنا أضع فرنسا، ويمكنك وضع حتى يعني الولايات المتحدة الأمريكية غير مهم. هنا تقوم بكتابة شرح عن البيزنس الخاص بك، أنا دائما شرح يعني من الرأس، I am graphic designer and يوتيوبر مثلا، I have my YouTube channel to get more views and leads for my business and build my brand مثلا. يعني هذه من الرأس، قم بوضع أي شيء، وأرجى أن لا تقوم بنسخ هكذا. يعني أنا قمت بوضع هنا graphic designer على حساب الكيورد، واضح. أنت مثلا قم بوضع أي شيء، فريلانسر، ماركتير، لا أنصح بوضع affiliate marketing، affiliate marketer. هنا لا تقوم بوضع أي شيء، وهنا تقوم بوضع إيميل مي، وهنا لدي سكريبت خاص بنا، واضح. هذا السكريبت الخاص بنا، واضح. تقوم بوضع هنا الاسم، هذا سكريبت غير متاح للجميع للأسف، واضح. نعم، ثم تقوم بوضع على سبمايت، هكذا سبمايت. نعم ممتاز، الآن سننتظر حتى يتم الرجوع علينا يعني بالإجابة، هل سيتم الاسترجاع أم لا. يعني بعض النصائح، إذا يعني أغلب الحالات جوجل يقوم باسترجاع الحساب في المرة الثالثة من التواصل، الثالثة إلى الرابعة، واضح. خاصة في يعني مخالفة السياسات، في البيمو ممكن في المرة الأولى، أما إذا لم يتم يعني استرجاع الحساب في المرة الأولى، قم بعمل تغييرات طفيفة على الحساب، مثلا قم بتغيير مثلا الحملة الخاصة بك، قم بتغيير بعض الأمور في الحملة، واضح. ثم انتظر 5 أيام أو 6 أيام، ثم تواصل معهم. يعني عندما يقومون بالإرجاع عليك يعني بعدم فتح الحساب، انتظر من 5 أيام فما فوق، ثم تواصل معهم مرة أخرى، واضح. لا تقم بالتواصل يعني في نفس اليوم، واضح. وقم بتغيير بعض الأمور. هذا يعني هو درس اليوم، سننتظر حتى يتم استرجاع، هل سيقومون باسترجاع الحساب أم لا، ثم نقوم يعني دمج الفيديوهين مع بعض ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. بعد يعني في نفس اليوم، عدنا في نفس اليوم كما ترون، وصلني رسالة على الساعة 3:25 يعني مع صلاة العصر كما ترون، الحساب تم فتحه. يعني كما قلت، سكريبت لا يعني قوي، وقوي جدا والله. يعني صدقوني، قمت يعني أقوم باسترجاع أي حساب مهما كان نوع السسبند، أي حساب أنا أتحمل مسؤولية. هذا هو الإيميل، قبل يعني الإيميل وصلني على 2:50 يعني على 1:51 PM. good news كما ترون، ونفس الحساب يعني نفس حساب جوجل أدز. أين هو
الاي دي، يعني حتى نتأكد أنه نفس الحساب. نعم كما ترون 8066. نعم، وهنا your account is in suspended، يعني تم استرجاع الحساب من السياسات كما ترون. يعني قمنا بكل شيء أمامكم، قمنا بكيف يعني بفتح الحساب، وكذلك تم دفع كذلك يعني بسهولة تامة، يعني بدون أي مشاكل تم دفع البيمون الأولى كما ترون 8.44. واضح يعني دراسة حالة، يعني حتى يعني المشككين أو يعني أصحاب القلوب المريضة يشككون في ذلك. كما ترون في نفس اليوم تم الاسترجاع، يعني وغالبا غالبا يعني يوم، يعني أقل من يوم يتم استرجاع الحساب، أقل من يوم يتم استرجاع أي نوع من سسبند. أنا أتحمل مسؤولية خاصة بأي نوع من سسبند. بالنسبة لحسابات جوجل آد تستطيع العمل فيها في الأفلييت، تستطيع العمل فيها في يعني في أي مجال. جوجل آد هو أضخم منصة يعني صراحة، وتستطيع العمل فيها في يعني وعمل أرقام كبيرة وكبيرة جدا. أخيرا الآن محمود، كيف يعني ما هو الدور تاعنا؟ نحن نقدم خدمة إنشاء حسابات جوجل آدز، وكذلك مع تحمل المسؤولية في صرف، يعني تحمل المسؤولية إذا تم غلق الحساب الخاص بك. واضح؟ ويعني الحساب عندما يتم صرف فوق $50، يعني عندما يتم مع ضمان صرف $50، يعني إذا قام الحساب بصرف $50 هنا ينتهي الضمان الخاص به. يعني إذا تم غلقه قبل صرف $50، يعني سأقوم بالدخول إلى الحساب وباسترجاع يعني بدون أي مشكلة. السسبند يأتيك ويأتيك، خاصة عندما يكون الحساب جديد، أما عندما تقوم بالصرف حساب سيكون موثوق لدى جوجل، وهذا أفضل لك. واضح؟ كما أوضح يجب أن يكون يعني تكون صفحة الهبوط الخاصة بك صفحة احترافية، صفحة نقية، صفحة تعمل فيها بدون أي يعني تحيل أو مشابه، كذلك تعمل بدومين خاص بك. واضح؟ وبطاقة وايز افتراضية، هذا ما ستحتاجه. ونقدم هذه الخدمة، خدمة إنشاء حسابات جوجل آدز مع الضمان، يعني أضمن لك أن الحساب سيقوم بالصرف، وإذا تم غلقه سأقوم باسترجاعه لصرف $50. يعني أنت عندما تقوم بدفع $50 سيقومون بإعطائك كوبون 200 أورو، يعني أو $250 أو $200 على ما أعتقد. بالنسبة للحسابات الأجنبية، حساب جزائري على ما أعتقد يعطيك $100 فقط. واضح؟ لذا يعني إذا أردت الحصول على هذه الخدمة تواصل معنا فقط عبر الواتساب أو عبر يعني الفيسبوك أو عن طريق الإيميل. واضح؟ للأشخاص الجادين فقط. واضح؟ يعني بدون أي مشكل سنقوم باسترجاع الحساب الخاص بك. وإذا كان لديك حساب قديم وتريد استرجاعه كذلك سنعمل على استرجاع الحساب. استرجاع الحسابات ليس مضمون 100%، لكن من خلال التجربة والسكريبت الخاص بنا، يعني كيف نقوم بالتكلم يعني بإقناع جوجل بإعادة فتح الحساب. لذا من لديه حساب قديم ويريد استرجاعه، سواء يعني أي غلق، سواء غلق البيمو ميثود، سواء غلق السياسات، مخالفة السياسات، أو التحايل، أو التحايل على الأنظمة، نعمل على استرجاع والدفع. يكون هذه خدمة يعني
أخرى ونقوم بالدفع، يعني تقوم بالدفع بعد أن يتم استرجاع الحساب. واضح؟ بعد أن يتم استرجاع الحساب ستقوم بالدفع. واضح؟ يعني حتى يعني حساب خاص بك، تقوم بوضع أدمين، أقوم بالدخول إلى الحساب وأقوم بالتواصل معهم، ثم أنت ستنتظر الرسالة وسيتم استرجاع الحساب إن شاء الله. يعني هذا هو الدرس اليوم، حتى لا نطيل عليكم، كما رأيتم بالدليل تم استرجاع الحساب في ظرف يعني 3 ساعات أو 4 ساعات، واضح، من تاريخ الطلب. واضح، يعني كل شيء ممتاز وسيقوم بالصرف عادي جدا. هنا كما ترون أنا قمت بإطلاق حملة أفيليت وهي في الريفيو، كما ترون حملة أفيليت على اليوتيوب أدز، ترون ممتاز. كل شيء واضح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.